يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: من يقول في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يقول نثبت صفة الوجه لله على ما يليق بجلاله ونفسر الآية بأن المراد بها ذات الله عز وجل وأن هذذا من إطلاق البعض. هذا تناقض، هذا تناقض. يقول نثبت الوجه لله كما يليق بجلاله ثم يقول هو الذات، تناقض. هذا هذا تناقض. الوجه غير الذات يا أخي، الوجه غير الذات. هذا تفسير الجهمية، يقول الوجه هو الذات. فالوجه صفة من صفات الله الذاتية وليس هو الذات، هذا تناقض. نعم، أعد السؤال. عقد يقول ما رأيكم في من يقول في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فيقول نثبت صفة الوجه لله على ما يليق ذو الجلاله ويقول سير الآية بأن المراد ذات الله عز وجل؟ هذا تناقض. كيف يثبت الوجه ثم يقول هو الذات؟ هذا تناقض. أول الكلام على مذهب أهل السنة والجماعة، وآخره على مذهب الجهمية. يثبت، لا يجتمع مذهب الجهمية ومذهب أهل السنة والجماعة، يختار أحد الأمرين، إما يكون جهمي وإما يكون سني. أما أنه يخلط يصير جهمي سني، ما يمكن هذا، هذا تضاد. نعم. وأن هذا يعد من إطلاق البعض على الكل. أي هذا يعني هذا تبرير لأن المراد بالذات بالوجه الذات من إطلاق الجزء على الكل، هذا غلط. لا، هذا غلط. هذا معناه أن الوجه ما له حقيقة وإنما هو الذات فقط. هذه مغالطة، عليه أنه يتوب إلى الله عز وجل ولا يتكلف. هذا ما قاله السلف أبدا، ولا قاله علماء أهل السنة والجماعة. هذا تكلف منه هو، يبي يجمع بين الجهمية والسنية، ما يمكن هذا. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.